السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين ومتابعين، وأهلا وسهلا بكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. عاجل، صنعاء تستقبل وفدا من السعودية، وإلى التفاصيل. وصل إلى العاصمة اليمنية صنعاء اليوم الثلاثاء وفد قادم من السعودية، ويضم الوفد بعثة الحج اليمنية التي يقودها القيادي العسكري البارز اللواء يحيى الرزامي. وكان الرزامي وصل السعودية قبيل عيد الأضحى لتأدية فريضة الحج، حيث ظهر برفقة الوفد في مكة وهم يرددون هتافات تجدد العهد لقائد أنصار الله عبد الملك الحوثي، وتتبرأ من أعدائه في خطوة عدت هي الأولى من نوعها في ظل تشديد السعودية القيود على الحجاج لهذا العام. واللواء الرزامي مسؤول اللجنة العسكرية المكلفة بالتفاوض بالملفات الهامة. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، لا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.